حضل ساكت. هذا اول غلط كان انه حياتنا الخصوصيه تنزل على السناب، مشاكلنا اللي بالبيت، مشاكلنا البيتيه عيب انها تنزل على السناب. هاي واحده. شغله ثانيه، مش انا اللي اخترت انه ضحى تروح لتونس، هي اللي اختارت وهي اللي حجزت، ومش انا اللي حجزت لها، هي اللي كلمت حنيطي يحجز لها تروح لتونس. تمام، هذا قبل ما تحجز لتونس. طبعا بعد ما نزلت ستوريات، انا ما كنت بعرف عن الستوريات، انا دريت وقتها اللي كانوا موجودين بالبث، كنت انا يومها فاتح بث بالليل، تمام، وما عندي علم انها فاتحه انها منزل الستوري. صار يرنوا علي، صار حتى بث يومها يعلق، يرنوا علي افصل، يرنوا علي افصل، يرنوا علي افصل، رديت وانهم بيقولوا لي شوف ضحى شو منزله بالسناب. انا انصدمت، ما لقيتها بالبيت، لقيتها منزلة ستوريات، وبعد شوي رجعت. تمام، طلبت مني الطلاق. طبعا الطلاق كان بيني وبينها اتفاقية، وكان في محامي عندها ومحامي عندي. هسه بجيب لك القرآن وبحلف لك عليه عشان أكون أنا إنسان بيني وبين ربي صادق، والله والله ما في شيء قلته غلط، كل شيء بقول لك يا صح يا صديقي. طبعا طلبت مني الطلاق. طبعا سمعت الطلاق من زمان قبل ما تصير المشاكل هاي، كنت اسمعها كثير وما كنت ارد، يعني كنت اسمع كلمه الطلاق منها كثير وما كنت ارد. كانت اتفاقيه الطلاق بيني وبينها. دقيقه صديقي، نجيب لك القران عشان يعني اكون صادق قدام رب العالمين ومتابعيني.